أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل آخر يقول: فضيلة الشيخ، لدي قطعة أرض وقد نويت هذه الأرض عروض تجارة، وقد حال عليها الحول ولا أملك قيمة زكاة لهذه الأرض الآن، وقد قمت بتسعيرها وسجلت قيمة الزكاة حتى يتوفر لي المبلغ، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ ما فعلته هو الصواب، أنك تقومها عند تمام الحول، وإذا لم يكن عندك مال تدفعه في الزكاة واجبة فيها فإنك تسجله دينا في ذمتك، ما تستطعت تسدده. نعم.